يعني انا حسب رايي حسب كل العوائق كل الاشياء اللي كانت قدامه واذا من الجيل سبحان الله بيشوف انكم انتم كبار يعني كبار كثير بس في عندنا مجموعه اللي بالعمر كانت كبيره في عندنا ناس اللي قبلوا مرحله ابتدائيه اللي كان صعب عليهم عن جد يندمجوا بهذا الاشي مع هيك ان بذلوا جهد وعملوا اللي بيقدروا عليه وبالاخر قدروا يحصلوا على الشهاده وهذا اشي كثير 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 كبير انا كثير بحترم هذا الاشي وبقدره فيكم وبتمنى انه تكون هاي اول مرحله طبعا من المراحل اللي احنا نبلش نطلع يعني نغير كثير بحياتنا بتامل انكم كلياتكم تشوفوا انها هاي مرحله اولى وفي بعديها كثير اشياء اللي انتم ممكن كمان تعملوها وتصلوا لاشياء اكبر من هيك بتامل انكم تشتغلوا وتعملوا كمان دورات اللي بتحب تعمل تعليم اكاديمي برضه احنا قدامكم يعني في عندكم مجموعه اللي جابت علامات عاليه اللي بتاهلها عن جد تعمل كمان بجرود وكمان تتعلم تعليم اكاديمي فيش عندكم ولا اي مشكله احنا قدامكم ومعاكم بنضلنا مستمرين معكم كل شيء ايش بدكم منا احنا مستعدين لدعمكم طبعا بشكر الكل بشكر المعلمات اللي بذلوا جهد كبير برضه بانه يوصلوا لكم الماده وانه يكونوا قد المسؤوليه برضه بدي اذكر شغله انه الجغرافيا اللي هي 3 وحدات بجرود انتم عن جد يعني بين قديش انتم بذلتوا هذا الجهد وجبتوا علامات عاليه يعني لما في عندنا 10 من 12 انهوا البجرود وجابوا علامه عاليه بالبجرود هذا بقول انه انتم قد المسؤوليه وانتم بتقدروا تتقدموا وتجيبوا علامات عاليه وكل مجال ممكن تنجحوا هذا من المعلمات انا حسب رايي انا فاضل المعلمات وفاضلكم انتم لو ما بدلتوش انتم سامحيني لكل حد شو بدي احكي هذا اللي بدي اقوله الشكر للمعلمات وإلكم انكم انتم وصلتوا لهون واحنا بنتوقع منكم انه تبلشوا كمان شيء جديد اللي برضه نصل لمرحلة انه احنا قدرنا عن جد ندعمكم ونوصلكم لإشي اللي انتم متقابلينه من الاول يعني. هسا لما بنحكي معاكم بنشوف ايش انتم كنتوا متوقعين، هل الإشي كان حسب توقعاتكم ولا في حاجة احنا برضه نعمل إشي غير اللي يكون مناسب لكم. مثل ما قلت لكم اليوم انا موجودة بمحل ثاني، اليوم انا مش معلمة العمراني، اليوم انا موجودة بمراكز الدوجة العمال. الهدف تبعنا انكم انتم تعلمتم واللي عملتوه هو عن جد زي ما قالت منيره كثير كثير مهم وكثير كبير. مهم جدا انكم تكونوا عارفات شو الخطوه الجايه اللي بدها تعملوها وقت تكبروها بحياتكم، مش عملنا صف 12 وخلص. مهم جدا انكم نضل احنا نتواصل مع بعض وتعرفوا حالكم شو بدكم تعملوا لقدام وتستشيرونا دائما وتتوجهوا لنا دائما ونضل باتصال. مهم جدا انكم تشتغلوا وتلاقوا حالكم محلات ثانيه بسوق العمل. مهم جدا كمان مره وفي وبتقدروا لانه اللي عملتوه شيء مش هوين ويعطيكم على الف 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 عافيه. عن جد بالنجاح لكل واحد يشوف العمل ولا المرأة اللي بتاخذ انهاء ثاني 10 بتقعد في البيت. هون السؤال هون مختلف الطرق تبع كل واحد وحده من اللي اشتركوا في المشروع. ولكن احنا بنطلع على الامر انه مركزنا في سخنين من المقام في اخر 2010 كان هدفه انه يطلع النساء من دائره غير العاملات في سخنين، وهي كل مره بنذكرها انه في سخنين الاف النساء لا يعملن. الاف النساء بنحكي الاف النساء بحكي عن اكثر من 2000 امراه اللي قاعدات في البيوت بيشتغلوا ان كان اكاديميات ان كان ناس مخلصين صف ثامن ان كان ناس مع مهنه وقاعدات في البيت. فالسؤال هل احنا اليوم كمركز اللي هدفه يطلع النساء من هاي الدائره بنجح في العمل ولا لا؟ والشيء مرتبط مع القدرات اللي عندهم. وبنشوف انه تقويه القدرات عند النساء هي بتضمن كمان تعليم. تعليم ان كان صف 11، تعليم ان كان صف 12، تعليم ان كان جامعي، تعليم ان كان مهني. هذا كله تحت عنوان التعليم. لا شك فيه انه وضع سخنين من ناحيه العمل هو وضع صعب. ان كان سخنين، ان كان عرابي، ان كان دير حنا، وضع العمل في هذه المنطقه هو وضع صعب. ولما نقول عمل حتى المعلمه في المدرسه هذا عمل. العمل مش بس في مصنع ولا في الزراعه، العمل يتضمن حتى الناس اللي بيشتغلوا محاضرين، الناس اللي بيشتغلوا معلمين، الناس اللي بيشتغلوا في مكاتب، هو كله عمل. وضع المنطقه هون في الجليل هو وضع صعب. ولكن ما بنقدرش نطلب اليوم احنا من النساء نطلع على سوق العمل وفيش بايديهن اما شهاده، فيش بايديهن اما مهنه، فيش بايديهن متطلبات سوق العمل. يعني بيطلعوا عنا نساء من المركز مع الـ 12، نساء من المركز مع مهنه، نساء من المركز
مع تقوية في العبري أو في الحاسوب، نساء من المركز مع مبادرات اقتصادية، وهالشغلة أنتم لازم تطلعوا عليها بالعين الإيجابية، إنه اليوم إيش إحنا بدنا نساوي بعد الإنهاء الثاني عشر. ما كنتش أتوقع أصلاً شهادة الإنهاء الثاني عشر. يعني الحمد لله أخذناها يعني بكل سهولة بفضل جهود المعلمات طبعاً، ساعدونا كثير الحمد لله. وإسا سجلت دورة بجروب شلال راح أعمل إن شاء الله. من سجلتي؟ بالكلية المشتركة. أنا نفسي الشيء، ما كنت مخصصة التاسع. الحمد لله جهود المعلمات وجبت يعني علامات اللي أول كان شيء زين برضه. نفس الشيء سجلت كان بجروب شلال أتعلم موضوع، أتعلم جامعة احد الاشياء اللي انا بذكرها وبعد بتاثر فيي انه عملنا مره دوره قبل سنتين كانت منيره معنا بابطن، كانت مره اللي تجوز صغيره 17 سنه ومخلصه صف تاسع وبعدين عملت المجهود وصار اولادها شباب يعني، وقبلت بعدين لسنه تحضيريه بالجامعه وعملت اسم تعلم بالجامعه. كثير هذا الاشي وين ما نحكيه وانه يطلع اشي يعني بسيط حتى من مرة او تنتين او ثلاثة او نتأمل الكل يكملوا تعليم. الأولاد اللي قبلوا يعني قديش بيقدروا، احنا الحمد لله استفدنا ونقدر ان نكمل اللي مفضلت. انا بالنسبة لي حابة اكمل حقنا هذا الاشي كنت زمان حابة اتعلم يعني، بس في امكانية اتعلم هاي الدورة وان شاء الله بعدين افتح لها ان شاء الله. مهم جدا كمان عن طريق احنا بنقدر نوصل اوراق مثلا لمكتب العمل عن طريق مجبورنا يعني، وما بعملناش مع مكتب العمل لانه تابع لوزاره العمل، وزاره العمل مسؤوله عنا. وين في اقرب دوره للحاضنات في سخين مثلا ما بيعملوها مجاني، احنا نفوتكم عليها مجاني عشرة تدفعوش ولا شيء. طبعاً فعلاً يمكن أول. أنا بعرف شو، أنا بعرف ممكن إذا لقينا مجموعة كاملة يفتتح في سخين إذا لقينا العشرين بنت اللي تعلموا. هالشغلات مهمة إذا توجهوا. إن شاء الله. تفضل الست العزيزة. يعطيكم العافية أول شيء. أكثر شغلة مبسوطة فيها إنه عودنا تجمعنا وشفنا بعض لأن كثير كنت مشتاقة لهم. بشكر المعلمات أول شيء اللي تعبوا معانا. شكر خاص كثير 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 لمعلمة الرياضيات لأني كنت قافز بالرياضيات بحسب حالي صفر. اليوم صار عندي أفق إني أقدر أساعد. الإشي الحلو إنه أنا بوقت تعلمت الجغرافيا كان ابني عم يعمل اختصاص جغرافيا، إنه كثير عن جد الواحد يعني كنت ما أحلى بيوم من الأيام إني آخذ شهادة. أنا خلصت في 11 عن جد يعني وحلم حياتي عن جد اني كان اخذ هاي الشهاده، وان شاء الله فيني اني اكمل اعمل جروب لان انا عندي القدره عن جد لقيت حالي بهاي المواضيع اللي تعلمتها ان عن جد عندي القدره اني اكمل وان شاء الله. والشيء برضه يعني بيرجع بيفيد الاولاد، ولد بده مساعد او اجازه شيء ان عن جد انا بقدر اساعد ابني، مش الجا لاي واحد تعلم يساعد ابني في درس معين مثلا. كانت لعبه حلوه حسب رايي وبالتاكيد انا معي شهاده حاضنه. لا والله ما اشتغلتش في هذا المجال ان شاء الله حيكون في شيء اسوي من هيك. مش مستحيل. كثير شجعوني من الام السعيد، قلت لها ام السعيد انا بحصه رابع ما بقدرش امشي، قالت لي ماني فوتي اوضتي مش رح اوضتي مش رح بس على الحالتين حاولي. بس لما فوتت يعني يمكن انا تفاجئت انه مش صعب، فيش شيء صعب، مع اني انا شخصيا يعني مش يعني اني هالقد ثقه بنفسي عالي، ما كنتش حاجه. قلت لها ام سعيد انا مش بحاجه للشهاده، انا كبني ادم احس حالي اني مش بحاجه لها، بس لما كنت اسالها لقيت انه في اشياء انا بالفيلم ما كنتش اعرفها ولازم اعرفها. طبعا شكرا لكل انسان ساهم،
بس عندي كلمة يمكن خارج نطاق الموضوع بس كثير حابة أحكيها. تفضلي تفضلي. نفسي أتوجه لرئيس البلدية، لمدراء المدارس الثانوية اللي عم بخرجوا كل سنة من 10 ل 15 ولد على الشارع. رجاء 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 يخلوا هدول الأولاد جوية نطاق المدرسة، لأنه هدول 15 ولد أولاد الشوارع بزيدوا 15 أو 10 أو 20. يعني إحنا عم بتساعدونا، إحنا كبار مرقنا هاي المرحلة، يعني ما قداش إحنا بحاجة لل ماسي للتعليم زي هدول الأولاد. رجاء لكل بني آدم بيقدر يساعد أي طلاب ما تطلعش على الشارع. صح. وأنا اللي خلاني أتوجه لهون كنت شوفي عن طريق مكتب العمل مع تشغيل دور المركز الفضائي التشغيل، وشفت هيك إعلانات إنه دور المركز بيناد التشغيل تجيب أخذت يعني منشور وبطلت تظهر إيش طلعت شو الأشياء المناسبة اللي فيه اللي خلاني أبدا ولاجي لهون. وبحاجة أكمل يعني بالمستقبل دورة على منها وصلنا لهي المرحلة. بس أنا يعني جبست صغيرة وتعلمت من مصر سنتين صبروت معي شهادة صبروت. بس بعدين عاود جوزي بيقول لي يعني انت طموحك لقدامك تكملي، حابه اكمل. وما بقعد بقول بدي اكمل بدي اكمل. توجهت عند قضيه علمت ناس وهي اللي وجهتني لهون، وفيش شيء صعب ولا شيء بعيد على السيارة زي ما بيقولوا، يعني اللي فيه قدامه هدف لو بصل لوين بيتعلم. يعني بس شو حابه اتعلم مش عارف، رحت على الجامعه المفتوحه ولقيت شوي صعب بالنسبه لي لانه تعرفت عبرانيز عبرانيات انا صعبه. حابة أقول شيء يسمع على الدورة عبرانية قوم بالعبرانية وبعدين عمرها من جيلة 79، يعني هيك دغري تلفون لإلا وكثير انبسطت وشجعت، يعني كنت دايما حاولت هيك أجمعهم مع بعض، طلعنا كذا طلعات هيك سوا اللي أعمل جبوش وبيناتهم وبتمنى لهم النجاح الجميع. زاديا تشهدوا عليه تلاقوا إطاعة تعملوا دورة. أنا عملت هاي دورة في مدارس أفواج على سخنين مرتين وبطن، كنا رحنا مع امتحان إنهاء بيركا ومناصرة، باقي البلاد يجوا اللي انت فاهمة بين القائلين جدا يلاقوا الفرصة برضه في الناس فرقة كنا جدا مجتهدين ودليل إنه إحنا لسه موجودين اليوم بحفلة التخريج وصلنا لهون. إنجاز جدا مهم إن هن وصلوا لحفلة التخريج. بتأمل إن ما وقفوش لعند هذا الحلم إن يكملوا، وأنا بتحكي على الإنجاز الصغير اللي كان مش عن الإنجاز الاقتصادي لقدام، إنه أنا خلال الدورة لأني بعلم رياضيات ومحجبين شوي صعب على الكور، فأنا خلال الدورة بعديها كم لقاء يصيروا يجوا الطالبات يقولوا لي إنه إحنا كثير مبسوطين امبارح، ساعدنا الولد بالوظيفة، ساعدنا البنت بالوظيفة، برضه هذا إنجاز مع إنه شوي صغير بس برضه بالنسبة لي إنجاز جدا مهم. أنا كثير مبسوطة إنه استفادوا. وتخريج لكم أنا بالنسبة لي يعني كثير انبسطت لما عمليا 7 صبايا من بين 12 هن وصلوا لشهادة إنهاء الثاني عشر. هذا بقول إنه هن نجحوا في كل امتحانات الإنهاء وكمان امتحان البقروت اللي هو جغرافيا 3 وحدات. الخمس اللي بقيوا عندنا هن 2 ناقصهم عبراني مسجلات إن شاء الله بعيدوا لسا وبينجحوا، وثلاثة اللي ناقصهم جغرافيا. أنا كثير مبسوطة كمان من ناحية تانية إنه قدرنا من بين عمليا 12 9 ينجحوا بالجغرافيا. يعطيكم العافية ويعطيك العافية. 10 معلمة مع محمد مضبوط 10 من بين 13. هذا إشي كثير كثير منيح وكثير مهم. أنا بتأملكم حياة سعيدة وإنكم تتقدموا، هاي تكون الخطوة الأولى لإلكم مش الخطوة الأخيرة.